السلام عليكم اخواتي اخواني، مرحبا بكم عندي. جيت اليوم فيديو جديد، نتمنى ينال اعجابكم ويلقاكم على خير ان شاء الله. اليوم كما تشوفوا جبت لكم دو سلطات تيجيو فهاد الصيف رائعين ولذاد وخفاف، تتوجديهم في اسرع وقت، اخر لحظه توجديهم لضيوفك ولا لعائلتك. نتمنى سلطه اليوم تعجبكم وتجربوها ان شاء الله بحول الله. غنبداو على بركه الله. اول سلطه هي انا عندي هنا جوج بربات مسلوقين، هنا جوج خوخات، عندي تفاحه، عندي ليمونه، العصير اللي غنستعمل نسقي به السلطه ديالي. غادي ناخذ اول حاجه، غادي نقطعي هاد الخوخ اللي عندي. هاد السلطه انا تنستعملها غير بالتفاح، اليوم استعملتها حتى بالخوخ. غنقطع هاد التفاحه، تتجي حتى هي بالخوخ رائع. الا ما كانش عندكم موجود الخوخ استعملوها غير بالتفاح، راه تتجي لذيذه لذيذه بزاف. غدا ناخد ليمونه نعصرها، انا هنا عندي جوج بربات، نتوما الا كانوا عندكم على حسب الافراد اللي عندكم. غنقطعها على هذا الشكل كما تتشوفوا، من احسن الشكل طولي. تتفع على هذا الشكل كما دائما طولي. تنبدلو من شكل سلطه البربه اللي معروفه اللي معتادين عليها، بهذه الطريقه تجي لذيذه بزاف. غنقطعو الخوخ دائما الشكل طولي، نعملو في هاد الغيسيبيون. وغنزيدو عليها العصير اللي الليمون اللي عصرنا في الاخر قبل ما نقدموها نعملو العصير باش ما تعطيش هذاك الحموضه تاع الليمون، من احسن حتى تبغيو تقدموها. صافي الطبق ديالنا كما شفتوا موجود، صافي غنقدمو غير في الطبق النهائي. هنا غندوزو للسلطه الثانيه اللي انا هنا عندي واحد ربيطه تاع الخس، واحد جوج ليمونات، واحد البسباس، واحد المعلقه كبيره ديال عندي هنايا ديال الكركاع مع البيستاش. الا كان عندكم غير الكركاع راه كافي، انا عندي البيستاش وخلطتها مع البيستاش. صافي ونهرسهم شي شويش اللي غنفندو به في الاخر، حتى هو تيعطي واحد اللذه رائعه. غنقطع اول حاجه هاد الليمونه، وغنقطعو البسباس على الشكل الطولي كما شفتو.
على هذا الشكل الرقيق. غنعملو هنا في هذا الغيسيبيون وغنزيدو نقطعو الليمون على هذا الشكل. هاد السلطة هي سلطة قديمة اللي تعرفوا الأخوات في المغرب، هي سلطة قديمة تنعملو غير الخس والليمون والسكر والقرفة، هي هذه السلطة، غير أنا زدت عليها البسباس والكركاع والبيستاش، يعطي واحد النسمة رائعة ولذيذة بزاف. نعصروا هاد الليمونه ونقطعوا الخس على هذا الشكل الصغير. هاد السلطه تقدمت في اخر لحظه، ونخليو واحد شويه الخس على حسب الطبق النهائي. انا غدا نزيد هاد الخس على البسباس والليمون، صافي هنا تنبغي نقدم وغادا نزيد عليها العصير. العصير علاش؟ باش يشرب ليا هذاك البسباس المذاق ديال الليمون. صافي وغادا نقدموها في الطبق النهائي. هنايا غدا نزيد الكركاع اللي عندي والبيستاش من الفوق اللي تعطي واحد المذاق رائع. كما قلت لكم هاد السلطه كنا تنديرو من فوق الليمون القرفه والسكر. انا بدلت زدت النسمه ديالي، عملت الكركاع والبيستاش وزدت عليه البسباس، تعطي واحد اللذة رائعة بزاف لهاد السلطة. وغادا نزيد عليهم في اخر لحظة اللي نبغي نقدم هذاك العصير الليمون اللي بقى ليا من فوق الخس كما تتشوف. السلطة ديالتي وجدات، هي كما تتشوفوا شكلها النهائي، تتجي لذيذة بزاف بزاف، تتعطي واحد اللذة وخفيفة بزاف. كما شفتوا حتى هنايا السلطة ديالت الباربا بالتفاح والخوخ حتى هي تتجي رائعة. نتمنى تعجبكم هاد لي صالات اللي درت لكم وتجربوهم، ومرحبا بتعاليقكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.